السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل من بعد الطوفان، الحلقة الثامنة ملخص. سيف تعبان كتير وبيتصل على مريم، بتكون مريم حاطة الهاتف صامت وبتتفرج على التلفزيون وبتأكل المكسرات. منشوف فهد وسيف ماخذين أنيسي لعند حمد بالسيارة، فالطوم بتقول لمضي وأخذها، وأخيرا راح أتخلص من أخوها وراح تتزوج. مضي بتقول أصلا هو يلي بده يتخلص مني. أنيسة بتوصل مع أولادها لبيت حمد وبيرحبوا فيها، وبيكون درويش موجود. مريم بتطلع بهاتفها وبتشوف عدد اتصالات من أبوها، وبتروح بتشوف وتصح له ما برد، وبتصيح على أخواتها وما بردوا. بعدها بتتصل بالمشفى. أنيسي بتحكي لنورة وشيخة عن خيانته واستياء عن موت مرت درويش، وقالوا وبيقولوا لها ماتت بحادث سير. نورة بتخاف من تصرفات أنيسي لا تعمل لا شيء. وبعد درويش بيحكي لخالد ولفهد، يحكي لأبوه بالكيب بيرجعوا لبعض. وبعدها منشوف العيلة كلها مجتمعة على طاولة الأكل، وشيخة بتطلع بفهد وبتحكي مع حالة وبتقول أنا بحبك وأنتي ما حاسس فيي. ونورة بتطلع بخالد وبتقول ليش ما بتخطبني. وبعدها خالد وفهد بيعرفوا وأبوهن بالمشفى وبيطلعوا بسرعة لعنده. أنيسي بتسأل نورة إذا متزوجة، ونورة بتقولها لا، وأنيسي بتقولها راح أخطبك لخالد. ومريم بتقول لأخوته أبوها صار معه هيك منه، ووقت اللي عرف بموضوع طلاقة وإنه ماني سائلي.